نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزلة. الوزارة أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزور القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي. أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ضرورة انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات شدد عبد الغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا. حول هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والامين العام للمجلس الاعلى للجامعات. دكتور حسام، اولا بعد التحيه دعنا نبدا بالاشاعه التي تم الحديث عنها بالقرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار بشان تعطيل الدراسه وتحويل جميع المستشفيات الجامعيه ايضا الى مستشفيات عزل. اولا يعني حقيقه هذا الامر وحقيقه ما صدر من الدكتور خالد عبد الغفار في هذا الاطار؟ يعني احنا فوجئنا بهذا القرار المزور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو قرار مزور مكذوب منسوب الى السيد الوزير، وهو لم يصدر منه ولا عنه اي قرارات بهذا الشان. والقرار الذي اعلنا عنه اليوم في المجلس الاعلى للجامعات هو ان التعليم في هذا الفصل هو تعليم هجين من خلال الحضور الشخصي ومن خلال المنصات الالكترونيه. تمام. والامتحانات ستكون على نفس المستوى، وكل جامعة لها مطلق الحرية في اختيار الطريقة. جزء من الامتحانات سوف يكون إلكترونيا وجزء ثاني بالحضور من خلال مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بهذا الشأن. طيب دكتور حسام، يعني كان هناك اليوم اجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار مع عدد من المجلس الأعلى للجامعات. أولا أبرز ما دار خلال هذا الاجتماع، وعلى الجانب الآخر فيما يتعلق بالامتحانات تحدثتم عن امتحانات على الجانب الآخر بنفس النظام الدراسي والامتحانات الهجين. زي ما ذكرت لحضرتك أنه الاجتماع كان يتناول أو تناول أن التعليم هجين والامتحانات كذلك بنفس الكيفية، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية ومع التأكيد على هنا السؤال، هل سيكون هناك امتحانات تجريبية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول؟ لا يا فندم، لا مفيش امتحانات تجريبية ولا حاجة. الامتحانات سوف في مواعيدها وفي مواعيدها، وكل جامعة لها مطلق الحرية في اختيار الطريقة الأنسب للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين واعضاء التدريس مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازيه. يعني كل جامعه الامر متروك فيها الامر لرئيس الجامعه ذاته يعني. بالضبط يا فندم، وفق الاجراءات التي اعتمدها المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه والمجلس الاعلى للجامعات. طيب دكتور حسام، اخيرا فيما يتعلق بموضوع كورونا وازمه كورونا. يبدو ان الاتصال انقطع، بشكرك شكرا جزيلا على كل حال دكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والامين العام للمجلس الاعلى للجامعات.